ورحمة ربك خير مما يجمعون. هناك شركات عملاقة، شركات متعددة الجنسيات، أرباحها بالمليارات. ذكرت لكم من قبل أن شركة سيارات يابانية أرباحها تزيد عن الدخل القومي لبلد عربي إسلامي يعد 70 مليون. أرباح شركة واحدة عندها 40,000 موظف، أرباحها تزيد عن جهد 70 مليون. إذا قال الله لك ورحمة ربك خير مما يجمعون، ماذا تفهم من هذه الآية؟ يعني إذا عرفت الله واتصلت به وكنت مستقيما على أمره وألقى على قلبك السكينة ورحمك بالحكمة ورحمك بالعلم ورحمك بالرضا ورحمك بالتوفيق، هذه الرحمة إن بالتوفيق أو بالحكمة أو بالعلم أو بالرضا خير مما يجمعون. لأن الدنيا مهما على شأن الإنسان فيها تنتهي بالموت، وكلما كان الخط البياني عاليا كان السقوط مريعا. فأنت إذا صدقت هذه الآية تبحث عن رحمة الله، لك أن تطلب الرزق، لك أن تتقن عملك، لك أن تتزوج، لك أن تسكن ببيت، لك أن يكون لك دخل معقول، لك الأشياء المعقولة. أما أحياناً الإنسان يتجاوز حاجته إلى الرزق، يدخل في سباق محموم في جمع المليارات. أناس كثيرون تجاوزوا موضوع الرزق، همهم جمع المليارات ويتنافسون، فلان 90 مليار، فلان كذا مليار، فلان كذا مليون. الله عز وجل قال لك ورحمة ربك خير مما يجمعون، وبآية ثانية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. هل يفرحك رحمة الله أم تفرحك الملايين المملينة ومتاع الحياة الدنيا؟ إذا قال الله لك قل متاع الدنيا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا قال الله لك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ إذا قال الله لك أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ إذا قال الله لك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إذا قال الله لك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ هذه الآيات من عند خالق الأرض والسماوات، هذه آيات الخبير، هذه آيات الخالق المربي المسير، هذه آيات الله في الأرض. فلذلك قضية أن نقرأ القرآن وألا نكون في مستواه مشكلة كبيرة. أنت في رمضان تقرأ القرآن، يعني إذا كان يفرحك أن تطلب العلم فتفهم كتاب الله وتعمل به وتدعو إليه، علامة ذلك قد يكون لك صديق على مقعد الدراسة وسلك طريق الدنيا وأصبح يتكلم بالملايين المملينة والتقيت به لمجرد أن تصغر أمامه
آتاك الله القرآن، آتاك الله الإيمان، آتاك الله الاستقامة، آتاك الله الأعمال الصالحة، لكن دخلك محدود وبيتك صغير ودنياك معتدلة يعني بسيطة. فإذا دخلت إلى بيته 450 متر والرخام والسريات والمركبات فصغرت أمامه فقد حقرت ما عظمه الله، قد حقرت ما عظمه الله. إن الله قال لك ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها الإخوة، نقطة دقيقة أتمنى أن أوضحها لكم. أحياناً الآية فهمها سهل، بس أن تعيشها تحتاج إلى جهد كبير. ولأضرب لك مثلاً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. لك على مقعد الدراسة صديق، أنت عندك محل متواضع يعني دخله يغطي نفقاتك، وعندك بيت متواضع، وهذا الصديق صار معه ملايين مملينة، لمجرد أن تكون أن تقول يا ليت لي يا ليتني أملك مثل ما يملك، فأنت حقرت ما عظمه الله. أنت لم تفهم معنى قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. علامة إيمانك أنك لا تعبأ بدنيا أهل الدنيا، لا ببيوتهم ولا بمركباتهم ولا بمكانتهم أبدا، أنت قانع أنك على حق. لذلك إذا ذهبتم إلى مقام رسول الله، أنا أظن أنه ما من إنسان على وجه الأرض له مكانة عند الخلق كرسول الله، ومع ذلك كان متواضعا، طلب رحمة الله، كان يجلس في بيت، إن أراد أن يصلي قيام الليل لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته، أي غرفته، ومع ذلك جعله الله سيد الخلق. لذلك قال سيدنا علي: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمداً أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. أخواننا الكرام، ما دامت الدنيا تنتهي بالقبر لا قيمة لها، يعني ممكن تدخل للتعزية ببيت حقه 80 مليون وصاحبه في القبر، هذا مسوى مؤقت. بالمناسبة، لو صورنا بلد لها نظام إيجار عجيب، أنا أقول لكم هذا النظام: أي مستأجر لأي بيت بإشارة من صاحب البيت يجب أن يخرج بثيابه فقط، اشترى سريات، اشترى سجاد، اشترى أجهزة، اشترى مكيفات، اشترى كمبيوترات، أبدا، بإشارة في أي وقت، الساعة الثالثة ليلا، هيك نظام الإيجار. فإذا واحد استأجر بيت وله دخل كبير، هل من العقل أن يضع كل هذا الدخل في أساس وفي تزيينات وفي أجهزة، لكن له بيت بعيد عن الهيكل لساعته؟ أليس من العقل أن ينفق بعضاً من ماله لكسوة ذلك البيت الذي هو مثواه الأخير، أم أن ينفق كل ماله في هذا البيت المستأجر؟ هذا البيت المستأجر هو الدنيا بثانية، يعني القلب وقف، أملاكه المنقولة وغير المنقولة، ومقتنياته ومركباته وصناديقه وحساباته، كلها آلت إلى غيره بثانية. الموت يأخذ منك كل شيء بثانية واحدة. فلذلك الآية دقيقة جدا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. أنت حينما
تستقيم على أمر الله وتعرف الله ولك عمل صالح. ماذا قال سيدنا موسى لما سقى للفتاتين؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني يا ربي أنا مفتقر لعمل صالح. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله، والغنى غنى العمل الصالح. يعني إذا معك 100 مليار ليرة سورية ونقلت فجأة إلى بلاد بعيدة، هذه العملة ليست مقبولة إطلاقاً هناك. أنت بحاجة إلى دولار واحد ما معك، هذه العملة غير مقبولة هناك، يعني دنياك غير مقبولة في الآخرة. يا ربي أنا عندي بيت حقه 80 مليون، إيش أساوي لك؟ شرف. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أعود وأقول قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. إن كان يفرحك طاعة الله ومعرفة الله والاستقامة على أمر الله والانضباط بشرع الله وأن دخلك حلال والإنفاق حلال وأنت في خدمة الخلق، لا تعبأ بكلام الناس، أنت ملك الآخرة. لذلك المؤمنون يسمح الله لهم أن يردوا النار، ورود النار غير دخولها. لا بد من أن يرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا، ولا بد من أن يرى المؤمن هؤلاء الذين كانوا يعني أغنياء الدنيا وفساقها وفجارها أين مصيرهم، من أجل أن تتضاعف سعادته في الجنة يوم القيامة. النقطة الثانية أيها الإخوة، هناك من يفهم القضاء والقدر فهم جبري، يعني الكافر الله خلقه كافر، هذا كلام غير صحيح. ما الذي ينقضه؟ قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. الناس جميعا مخلوقون للجنة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ببيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. لو أن الكافر خلق لجهنم لماذا يعذب في الدنيا؟ ما في داعي. لكن كل إنسان خلقه الله عز وجل هو مطلوب لرحمة الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن كل إنسان مطلوب للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة مؤثرة، أم أبرموا أمرا فإنا مبرم. أنت فكر وتأمل ودقق وحقق واجمع وطرح وقسم، بعد كل ذلك اتخذ قرار، فإن كان في هذا القرار عدوانا أو ظلما أو بعدا أو معصية فانتظر قرار الله عز وجل. حدثني أخ والده تقاعد، كان من تجار الغنم، قال لي ذهبت لأشتري الصوف من البادية والتقيت بمورد والدي فوزنت هذا الصوف، قال لي كنت جاهلا فزورت في الميزان. البدوي بيسمع 23 27 33، هون سمع 23 و800 غرام. طرب البدوي لهذه الغرامات، بس ما غاب عنه انه قايم 10 كيلو، حسم 10 كيلو وضاف 300 غرام.
فهو مبدئيا أعجبه هذا الوزن دقيق جدا بالغرامات، لكن الكتلة هي بتوهمها أنه بعشرين ألف أعطاه 15. فقال له بالبدوي إن كان غشيتني بالوزن إن شاء الله تلقاها بصحتك. الذي حدثني هو الذي صار معه الحادث، قال لي هذه الكلمة أخافتني. انطلقنا بالسيارة، يعني أرجع قال له حاسبه تراجع، قال لي بقيت بصراع نفسي من مكان شراء البضاعة إلى الضمير، قال لي في هذا المكان اتخذت قرار أنه حط الخرج. شو صار؟ قال لي ما أتممت هذا الخاطر، ساكت هو عم بيقود سيارة، إلا وجد نفسه وسط بركة من الدماء، صار في حادث والبضاعة تناثرت وهو في بركة من الدماء. فكان جواب أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. انتبه إذا اتخذت قرارا فيه ظلم، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أيها الإخوة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. اجتهد في التعرف إلى الله، واجتهد في طاعته، واجتهد في العمل الصالح، واجتهد في إنفاق المال، واجتهد في خدمة أهل الحق، واجتهد في نشر هذه الدعوة، وهذه رحمة الله وهي خير مما يجمعون.